رطوبة اللصق في الحوائط أو تقشير الدهانات بسبب تسريب المياه أو رشح المياه. طبعا دي مشكلة بتقابل ناس كتير، وخصوصا سقف الحمام أو سقف المطبخ. طبعا دي مشكلة سببها الأساسي بيكون تسريب المياه. معاكم محمد عبده، وفي الفيديو ده هنتكلم على معالجة رطوبة اسقف الحمام والمطبخ. بس لو انت اول مرة بتتفرج علينا، ما تنساش تعمل اشتراك في القناة ولايك للفيديو. اول حاجة هتعملها هتتأكد ان تسريب المية من السقف اللي فوق وقف تماما، عشان اللي انت هتعمله دوت ما يروحش على الفاضي، وكمان تطمن انك انت شغال صح. بعد كده هتبتدي تقشر السقف اللي عندك او الحوائط. طبعا كل اللي متكسر دوت هتوقعه عادي، ما يهمكش. لو لقيت حاجه غويطه وقعها برده عادي، مفيش اي مشكله. اهم حاجه يكون السقف اللي انت شغال فيه نضيف تماما ومفيهوش اي حاجه ضعيفه من اثار الميه. بعد كده هتحتاج ماده عزل. طبعا احنا هنعزل السقف دوت بسينيتون. احسن حاجه لعزل الرطوبه طبعا السينيتون. هتبتدي انك انت تجيب سينيتون وهتخفه، يعني لا تخليه تقيل قوي ولا تخليه خفيف. انا مش عايزه خفيف. ليه؟ لانك هتعزل بيه الرطوبه بتاعت الحوائط، تمام؟ هتبتدي انك انت تخف السينيتون بالنفط، وهتبتدي تدي وش تقيل حلو كده وتسيبه لحد ما ينشف عشان تسحب عليه المعجون. ركز معايا بقى واحده واحده. بعد ما السينيتون اللي احنا دهناه على الاسقف نشف تماما، هنبتدي ان احنا نمعجن. هنمعجن بايه؟ هنمعجن بالجبس الممتاز، وهنمعجن بمعجون البلاستيك. هنبتدي ان احنا نعجن الجبس الممتاز، وبعد كده هنضيف عليه معجون البلاستيك طبعا عشان يملى معانا المسامات والحاجات المتكسره تظبط معانا. طبعا احنا هنسحب سكينه معجون وهنستنى لحد ما ينشف تماما، وهنبتدي ان احنا نسحب سكينه معجون تاني. طبعا لو ما ظبطش معانا من سكينتين معجون، هنرد عليه بسكينه معجون ثالثه عادي، مفيش اي مشكله. يعني هنسحب سكينه معجون ثالثه، يعني انت هتسحب سكينه معجون اولى وهتستنى لحد ما تنشف تماما، وهتبتدي انك انت تسحب سكينه المعجون الثانيه. بعد ما تنشف تماما برضو هتبتدي انك انت تسحب سكينه المعجون الثالثه. هتسيب وقت ما بين كل سكينه معجون او وش معجون انت هتسحبه. وبعد ما المعجون ينشف معانا تماما، هتبتدي انك انت تصنفره كده صنفره خفيفه، وهتبتدي تديله وش سينيتون تاني. طبعا وش السينيتون اللي انت هتدهنه على المعجون ده مهم جدا عشان تتاكد ان السقف اتعزل تماما. تمام، طالما انت وصلت للمرحله دي كده يبقى السقف اتعزل تماما، وتقدر تشطب باي نوع بلاستيك، سواء اذا كان بلاستيك مط او بلاستيك لميع عادي، مفيش اي مشكله. ولو مشيت على خطوات الفيديو ان شاء الله هتلاقي مشكله الرطوبه عندك اتحلت. ولو في اي سؤال اكتبوها لي في التعليقات وانا برد عليكم ان شاء الله. وما تنسوش تشتركوا في القناة لو انتوا لسه مش مشتركين. شكرا، تحياتي للجميع.